اليوم موضوعنا كان جاتنا عدة رسائل من أهالي مدينة أريانا باش نحكيو على المتزه النحلي اللي هو عبارة عن المتنفس الوحيد للأهالي هذوما للسكان هذوما وقت اللي يهزوا صغيراتهم العشية باش يلعبوا شوية باش يرتاحوا شوية على خاطر ديما نعرفوا احنا في تونس عندنا مشكلة وين تنجم تهز صغارك يتفردوا دونك فما شكون يحب يهز صغيراته يتفردوا بأقل فلوس كي نقولوا منتزه معناها نورمالمون تتوفر فيه كل المقومات احنا منتزه النحلي بالطبيعة بعثوا لنا تصاور باش نعديو التصاور هذوما نحب نرحب الساعة بضيفتي الدكتورة ناجي هلال مرحبا مرحبا بك وإن شاء الله سبتك محلاه بما أنه آخر إن شاء الله الغبرك متاعنا لن تكون الأخيرة بالطبيعة لكن في 2023 هي إن شاء الله تكون الحصة متاعنا والغبرك متاعنا إن شاء الله تكون حبينا نختاروا حاجات ما أحسن بيسكو آخر العام ما نسيش نخدموا منتزه كما قلت أنت النحلي تحب نكمل معاك بيان سور أنت لا تكمل خاطر المشكل صحيح. هو ختامها إن شاء الله ختامها مسك إحنا في عام 2023 أما كي توصلك برشا تشكيات من المواطنين ويقول لك امان معناها وصلنا صوتنا احكيوا علينا وصلنا صوتنا على خاطر راهو ما نجموش وين ما عندناش وين نهزوا صغيراتنا حتى كي نهزوا صغيراتنا مثال كيت لقدر الله صغيرتي الالعاب غاديك مكسره ما فماش حتى الحمايه ما فما حتى شيء بالحق معناها قعد اسم اتهاو منتزه النحلي قعد اسم راسخ في ذاكره معناها سكان اريانا وضواحيها فقط بلا هذيك علاش اليوم في فقره يصير على الحي سميه ملف منتزه النحلي هو ملف خطير جدا وملف لازم نلفتوا انتباه انه لازم يكون عنده اولويه من ضمن الملفات اللي موجوده على مكتب رئاسه الحكومه او بالاحرى في مجلس النواب او بالاحرى في الرئاسه معناتها من ضمن الملفات الخطيره علاش خاطر سميه كما قلت انت هو كان منتزه النحلي معناتها كان من المتنفس او بالاحرى المتنفس الوحيد اللي لازون نتاع اريانا مدينه اريانا يمشيوا لها الاطفال على خاطر انت تعرف دو نجور توا اطفالنا والله احنا تعرف اللي نحن في عطله باغ اكزومبل سميه هذيك علاش حكيت عليه انتباهك فوالا الموضوع انتباهنا نحن الكل على خاطر توا دو نجور باغ اكزومبل عندنا كي تشوفك الخضار وتشوفك الدنيا وكل واحد فما عباد قاعده تتشجع باش تعمل انفستيسمون باغ اكزومبل في تونس لكن البيروقراطيه القوانين معناتها الاداره التونسيه للاسف فئه معينه ما تخليكش تتقدم وانت تعرف انه الاقتصاد في تونس يبدا ابتداء من البنيه التحتيه لانفراستركتور فهمت معناتها اذا دوله بنيه تحتيه نتاعها معناتها ماهيش مؤهله هشة. حتى هشه فلا حتى المستثمرين اللي تعرف انت راهم مستثمرين توا تبدلت طريقه الاستثمار نتاعهم مش في المطاعم فقط راه توا المستثمرين قاعدين يمشيوا في كل ما يخص البيئه فهمت قاعدين يشجعوا على برشا حتى لي فونداسيون على نيفو انترناسيونال معناتها وكل قاعدين يمولوا في كل ما هو يخص استثمارات ومشاريع في المجال الايكولوجي في المجال البيئي في مجال الاقتصاد الازرق والاقتصاد الاخضر فهذيك علاش منطقه كما منطقه النحلي اللي تتميز بالاشجار نتاع الكلاتوس معناتها منطقه بيئيه ثريه منطقه ثريه بحته معناتها معناتها يا حبذا كما قلنا الملف هذا ملف خطير جدا خاصة أنه أطفالنا ما عادش يرقاو وين يمشيوا فما حبيت نلفت انتباهك سمية لأنه شفت أخبار وين نام في بحث على منتزه النحلي وقتاش تحل وقتاش تسكر وقالوا راهو ديرنييرمون أفادت الوكالة الوطنية لحماية المحيط قالت أنه راهو سيتم نعرفش أنت كان في بالك بيان سور حتى حد ما في باله معناتها تخيل انت مشي معناتها باغون احنا في عطله نعاود نقول احنا في عطله راهو سيتم معناتها تنظيم حمله اداريه للحد من ظاهره تواجد الخنزير الوحشي بمنتزه النحلي وذلك يوم الاربعاء ما قريت شيء قبل ولا كنا رانا وعينيكم وقلنا لكم يوم الاربعاء 20 ديسمبر 2023 معناتها
شفت وين وصلنا ولا وصلنا معناتها الخنازر حشيك تهبط باش تدور غاديكا الى جانب الكلاب السائبه الى جانب معناتها معناتها هذوما مع اللي حكاو عليهم زملائك حكى عليهم جعفور حكاو عليهم برشا ناس اللي يتعطاو في المخدرات اصبح مكان ليس للتنزه وليس منتزه هو مسمى فقط لكن ولا مكان لتعاطي المخدرات ومكان لتعاطي الكثير من الاشياء. انا توا نجي باش نبارتاجي مع سيد مشاهدينا بعض الصور اللي كما قاعدين نشوفوا فيها هذوما اهم الالعاب اللي موجوده في المتزه النحلي ما شاء الله شفتهم ما فماش حتى ادنى انه باش تحمي صغيرك معناها لا قدر الله معناها كي يطيح ولا حاجه دونك ما تنجمش معناها تلقاها كما قاعدين نشوفوا معناها بالحق حددها هكاك مطيشه كانت يمكن كانت فما لعبه معناها فيها صغيرات تكسرت وتدقدقت دونك ما ينحيوهاش يخليوها هكاك يقعد هكا الحديد منها صغير يبدا يجري هكا نجم يطيح فيه بدي يعرف الكره يطيح فيها دونك الزحليقه ديجا صغيراتنا كل معناها كي يعمل يطلع في الزحليقه دونك عليها زحليقه اي ولا يطيح في القاع دونك بالحق راهو ابسط مقومات معناها الحمايه لصغيراتنا ماهيش متوفره انت كي تمشي تدخل باش تدخل متزه النحلي باش تلقى الكونسييرج انت جرب احكي معاه جرب احكي معاه قل له مثال سيدي الفاضل وقتاش المتزه النحلي باش يولي مكان يروق لبعض التونسيين ويجيوه وانت تعرف غاديكا راهو انا كي نمشي غاديكا مثال تلقى العائلات تجيب التاي ويجيبوا الكيك ويجيبوا القلوب خاطر يحبوا يمشيوا بلاش ما يحبوش يكونسوميو مثال قهوي والحاجه تقول لك انا نحب نمشي نقعد في بلاصه خضراء بلاصه محلاها نهز تاي معايا وكيك معايا وصغيرات يلا بقدامي حتى الجو غاديكا صغار معناها رخاص اي انت كي ما توفرش ابسط 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 مقومات الحمايه والحياه غاديكا انا كي تسال وقلت لك انت جرب اساله شوف الاجابه شنو يجاوبك حيت قول له مثلا وقتاش ناويين تصلحوه ولا وقتاش ناويين تتلهوا به يقول لك ديجا عندنا عام احنا وعندنا عامين والمشكل كي تدخل تلقى فيه ترافو الترافو هذاك عنده تقريبا 4 سنين هذاك علاش احنا من فقرتنا نذكر انتباه لانه اصحاب القرار ماهوش بعاد برشا على المكان هذا وهما نعرفوهم معناتها معناتها معروفين معناتها ابتداء من سيد رئيس الدوله معناتها معروف بالزيارات الفجائيه نتاعو بربي نطلب منه كام تميم كتونسيه كمراه اعمال كاللي هو بربي نوصل صوتي سيد الرئيس ماهيش بعيد عليك برشا لانه مكان انا متاكد اللي انت في يوم من الايام مشيت له بربي اعمل عليه طلع على خاطر الموضوع هذايا يميل يتعدى شويه الى موضوع الخوصصه البي بي بي بابليك برايفت بارتنرشيب خلينا نعملوا بارتنرشيب مع شركات اخرى باغ اكزومبل وناخذوه كاستثمار بيئي المكان هذاك لانه عنده بوكو دي كاركتيرستيك معناتها المكان هذاك وانا اؤكد ذلك بيئيا خلينا ناخذوا شركة خاصة باغ اكزومبل ونحاولوا انه نحن نردوه مكان معناتها نافع. اي به انت توا صحيح انت حطيت سبق عداك كما نقولوا احنا به انا كنت نحكي قبيل على الحارس نتاع المتزه هذايا انت حتى كي تقول له مثلا نجيو نصوروه ولا خاطر انت كي تصور بورتابلو كي تصور مثلا بقناة تلفزيون ولا حاجة الوغ لا يقول لك مثال تجيب لي ورقه من الولايه والورقه ترمين والورقه ترمين والورقه ترمين اي انت انا نسال سؤال بسيط هنا متزه النحل يتبع شنو؟ يجيبك يتبع شنو؟ به علاش ما علاش معناه ما يتصلحش؟ علاش لي ترافو اللي عملوه خاطر تقص الضوء خاطر فما خيط نتاع ضوء تاع معناها شفت وملف خطير جدا راه اللي يضحك شنو انه معناها بالحق لو حتى كي باش توصل المعلومه ما تلقاهاش والابواب الكل تلقاها مغلقه انه مش يجاوبوك به الوقتاش حتى الوقتاش الترافو اللي قاعده في متزه النحلي الوقتاش خيط الضوء توا مقصوصه الكابل اللي عادي تهم اللوطه التوا فيه بان معنا ما نصورش هنا العام قداش فيه من نهار 365 يوم 365 فوالا صحيح التوا معناها ما جاي حتى تكنيسيان ولا حتى ما نعرفش انا شكون باش الترافو تبدا ترجع ولا. معناها برشا نقاط استفهام تطرح بالحق ما نعرفوش احنا راهو ماذا بينا ندقوا البيبان الكل اما جاوبونا على خاطر بالحق انا نعاود ونقولها راهو
المتنفس الوحيد الاهالي سكان اريانا. مكان برج الوزير المنينة اريانا حي الغزيله باختو نسيكم مدينه اريانا كلها بصفه عامه معناتها كما قلت انت المتنفس الوحيد، وحتى كاين معناتها ماهوش المتنفس الوحيد، ماهوش معناتها حجه هذه سميه ان تقول بربي الفتوا انتباه معناتها الملف هذايا الخطير نتاع منتزه النحلي جوست فقط لانه هو المتنفس الوحيد، حتى لو كان ماهوش المتنفس الوحيد وحتى لو كان فما كيف معناتها سته ولا سبعه معناتها اماكن اخرى، لكن هذايا معناتها واجب معناتها انه نحن نلفتوا انتباه اصحاب القرار على راسهم سيد رئيس الجمهوريه، هذيك علاش احنا من منبرنا من فقره يصير على الحي، صراحه انا كي شفت الصور اللي شفناهم سميه وشفتهم انت معناتها تفاجات معناتها اللي دون جوغ 2023 شق قعدت فيها وما قعدت فيها حتى شيء سميه، نهار قعدت فيه بلا 24 ساعه ما تفصلنا على 2024 انه ما زلنا نلقاو معناتها مكان كيما هكا في تونس، وينهم الجمعيات؟ وينهم الوداديات؟ خاطر فما دوسيات اخرى سمعتها ما يسالش الوداديات قاعده تخدم بالكدا في تونس معناتها خاصه الموظفين نتاع الوداديات قاعدين يتبرعوا بمجموعه من التبرعات قاعدين يساهموا فيها، معناتها شوف محليهم من العمل الجمعياتي للسوسيتي سيفيل للمجتمع المدني باقي قاعد يخدم في خدمته، ونعاود ناكد سميه انه راهو لي فونداسيون اي لي زورغانيزاسيون او نيفو معناتها تو سكي بيئه معناتها قاعده تشجع انه قاعدين يحلوا في دي زيسباس فير كيما هكايا باش حتى ندخلوا فيهم لي فام معناتها تعمل تزرع لي فام رورال المراه الفلاحه باش تزرع وتعمل وتقد وتعرض فيها معناتها المراه الحرفيه زاده باش تعرض فيها في معارض معناتها وكل معناتها عندنا الافكار كاعلاميه كأنا امراه اعمال كخبيره في معناتها في رياده في الانتربرونيا رياده الاعمال معناتها فما الافكار اعطينا بركه جوست لانه مش احنا اللي نعملوا القانون ولا معناتها فهمت لا والله لي نختم معاك دكتور باش خلي كلمه الختام اما فما بعض الملفات ما نحبش نقول متاكده اللي هي توصل معناها لاصحاب الكراسي ولي الولاد خلينا نقول انا توصلهم الملفات ما نصورش ملف منتزه النحلي ما في بالوش به انا باش نبارتاجي معكم نختم معكم الصوره هذه كما قاعدين تراو في الكرسي هذايا الكرسي اللي قاعدين تشوفوا فيه دونك نورمالمون كي يبداو متوفرين فما كراسي في المنتزه هذا الواحد باش ينجم يقعد فيه مرتاح باش يعمل كويس باش يقعد مرتاح ركزوا لي على كلمة مرتاح يا لندرا الكرسي اللي قاعدين نشوف فيه توا في الشاشة باش يخليك مرتاحة شوية تي أصلا أنت باش تجي تقعد تقوم طول معناها سي فما حاجة كل حاجة هكا هذيك هي فوالا هذيك هي دونك ما تنجمش تقعد فيه حتى ابسط حاجه الكراسي ما عادش موجوده فيه ما قلعوهم شفتوا الكراسي الموجودين غاديك قلعوهم بالله قلعوهم وطيشوهم على الاقل الواحد يولي يمشي يجيب معاه معناها مثلا صغيره ولا كراسي يعني صغيره كي صحي ولا بلا اي فهمني قلعوهم الكراسي علاش موجودين سامحني ها نختم معك يا دكتوره وي هو موضوع ما لازموش نختموه معناتها بالعكس نحبوه يتواصل باش يوصل نعاود ناكد باش يوصل لاصحاب القرار هذاك علاش ما نختموا به الفقره نتاعنا اليوم ونختموا به 2023 بيان سور كما تعرفوا اليوم سبت ان شاء الله حبيت نقول لكم غدوه راس العام حبيت نقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله لي لوك نتاعنا الميك اب نتاعنا عجبكم عام كامل ان شاء الله فقرتنا عجبتكم مده معناتها 12 شهر ان شاء الله افكارنا عجبتكم ان شاء الله صوتنا وصل اصحاب القرار وان شاء الله صوت المشاهدي فقره يصير على الحي في حصتك والا في معناتها برنامج الجميل والمتالق نتاع سميه الجميله المتالقه وحاجه اخرى زيد نحب نقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير قال الانجليزي نرجع للانجليزي هابي نيو يير ويش يو اول ذا بيست نتمنى لكم كل الخير ابتداء من افراد وعائلتي الثانيه افراد قناه حنا بعل حتى نوصل لعائلتي الاولى ابتداء من عبوده عبد الله هلال ان شاء الله اللي ان بو مالاد مريض الوالد ان شاء الله يطول في عمره ان شاء الله نوصلوا لعمره باذن الله معناته ان شاء الله ربي يشفيه ان شاء الله اولادنا الكل سميه يوسف تميم ان شاء الله الناس الكل ان شاء الله متفوقين في قرايتهم نعاودوا ونقولوا تحيه معناتها امتنان لكل المدرسين والمدرسات اللي ساهرين معانا باش يوقفوا وليداتنا على ساقيهم ولكل المربين والمربيات حبيت نقول لكم مره اخرى ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير
وما ننساوش من فقرتنا يصير على الحي، ستبقى فلسطين دائما في البال وفي القلب وعلى أرضها إلى الأبد بإذن الله. دكتور نيجة تقول لكم ديما قعدوا تابعونا على فقرة يصير على الحي على الباج نتاعي دكتور نيجة بن هليل على فيسبوك وإلا على انستغرام وإلا على الباج كيف كيف فيسبوك في يصير على الحي. سمية نقول لك محليك محليك محليك، أنا فرحانة برشا أنه عام من معناتها مش عام مش اثنين كما قلت لكم انا بنت حنا بعد ونقعد ديما بنت حنا بعد وربي يوفقنا الناس الكل. شكرا لك دكتوره نجاح هذه نهارك زين مرحبا تفضل.